السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. آيتان تتحدثان عن الثبات في سياق القول والفعل، وفي المقابل جاء في التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك قال عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لكن كيف يفهم الثبات هنا في سياق حركة الكون والحياة؟ وكيف يكون التغيير في ظل وجود ثوابت وقطعيات في الشريعة؟ هل يتميز الإسلام بالثبات؟ أم أن فيه من المرونة ما يمنحه قابلية التغيير بما ينسجم مع مستجدات كل عصر من العصور؟ ما مساحة الثبات في الشريعة الإسلامية، وما المساحة التي تقبل التغيير؟ كيف تعامل الإسلام مع قضية التغيير من حيث المبدأ؟ وهل وضع موازينا لذلك؟ هل التغيير في الشريعة يتم هو في إطار النصوص الثابتة، أم أنه حركة حرة تتبع الرأي؟ هذه الأسئلة نطرحها على مائدة الحديث اليوم من برنامج مقاصد، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. للحديث في هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور نبيل الفولي محمد، أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم. من حيث المبدأ في المجمل، ما الثابت وما المتحرك تعريفا ومفهوما معذرة، وما هما كذلك في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فالإسلام جاء في زمن معين، وجاء يحمل بضاعة يطرحها لحاضره الذي نزل فيه، ويطرحه أيضا للأزمنة التالية إلى يوم القيامة، وهذا يتعلق بمسألة ختم الرسالة. لكي يكون هذا الدين مناسبا للعيش في زمن النزول وزمن الزمن الذي يأتي بعده، فلا بد أن يكون فيه قدر من التناسب مع الأزمنة المختلفة المتعددة. قبل ذلك أريد أن أعرف الثابت كما يعني بشكل عام، والمتغير أيضا في عمومه. الأمر الثابت هو الأمر الذي يميز معلما لا يقبل التبدل في الفكرة أو في الديانة أو في الأيديولوجيا. يعني أي فكرة، أي برنامج أطرحه أنا للعيش أو للتربية أو للتعليم أو كذا، تكون له بعض المعالم التي تمثل شخصيته، فهذه لا بد من بقائها كما هي، لا تقبل التغيير ولا تقبل التغيير. في مقابل هذا هناك أمور فيها شيء من المرونة، وتقبل أن تطور وأن تغير حسب المصلحة المرعية وحسب وجهات النظر القائمين على هذه الفكرة أو الأيديولوجيا. لو نظرنا إلى هذا في الإسلام بشكل خاص، الذي ينظر إلى بنيان هذا الدين سيجد أنه مجموعة من النصوص والتنزيلات الإلهية، يعني القرآن والسنة بشكل مختصر. هذا هو الإسلام. الإسلام كما يعرفه الأصوليون وهذا القرآن وهذه السنة بشكل مباشر، هذا هو الإسلام، القرآن والسنة. ثم طبعا هذا لا يعني نستبعد علوم الشريعة، ولكن علوم الشريعة هي عمل العلماء حول مصدري الإسلام الأساسيين. أنا في هذا لا أفصل طبعا اجتهاد العلماء عن الإسلام، ولكن المركز الذي دار حوله هذا الاجتهاد الكبير، هذا الفقه، هذا التفسير، سائر العلوم الشرعية دارت حول شيئين أساسيين وهما الكتاب والسنة. في هذا السياق دكتور، يعني ثمة من كتب من خصوم الإسلام عموما، يعني من العلمانيين، من المستشرقين، من الملحدين، من كتب أن الإسلام في جوهره يتسم بالثبات، أو بحسب المصطلح الذي استخدم يتسم بالجمود، وأنه لا يراعي التغيير، وخصوصا من ناحية منهجه في إدارة الحياة والتعامل مع مستجدات العصر. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هو يعني لابد أن نكون واضحين في هذه النقطة. الإسلام لا شك أن فيه أشياء ثابتة، ولا يمكن أن يكون كل شيء في أي فكرة أو في أي عالم متغيرا كله، لا يمكن. يعني حتى لو تكلمنا عن
نظام منزل من المنازل أو نظام مدينة من المدن أو كذا، تتبدل القيادة السياسية في دولة من الدول، هل يغيرون كل شيء؟ حينما يأتي رئيس مثلا في دولة ما حتى ولو كان حزبا مناقضا تماما للحزب الأول، هل يبدل كل شيء؟ هل يغير كل شيء؟ هناك ثوابت. فالإسلام فيه أشياء ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، ولكن فيه مساحة واسعة من الحركة والتناسب مع الزمن وتطوراته. فالإسلام بلا شك فيه أشياء ثابتة، والثبات هنا يعني بالنسبة للإسلام يعني الأشياء الواردة في نصوص الشريعة ورودا ثابتا، معنى أن النص نفسه نص ثابت وصحيح. طبعا القرآن كله قطعي في ثبوته، يعني قطعي الثبوت معنى أنه صح نقله بالتواتر من خلال الأجيال، يعني صحة متواترة. كل القرآن من أوله إلى آخره هكذا. تأتي السنة فيها جزء كبير صحيح، وفيها طبعا جزء صغير نسبيا متواتر، وفيها أجزاء أخرى أقل صحة. على أي حال، فكل ما ورد في نص شرعي ثابت، نص شرعي ثابت، وأيضا يكون واضح الدلالة كما يقولون، أن يكون نصيا، أن ينص عليه، سواء كان هذا الأمر يتعلق بعقيدة أو شعيرة أو خلق أو سنة أو فريضة، أي شيء يرد في الشريعة ورودا واضحا. يعني لو ضربنا مثلا بفريضة، مثلا العقيدة كلها لا تتغير مع الزمن، انظر في أصول العقائد أو فروعها، هذه لا تقبل التغيير مع الزمن. من الممكن أن تضاف إليها توضيحات وبيانات، من الممكن أن تنكشف وجوه للمعاني في العقيدة الإسلامية للناس، يعني مثلا يتجلون أو تتجلى أو تجلى معاني العقيدة بشكل أوضح من خلال كشوفات علمية، ومن خلال يعني معرفة الإنسان بتركيب المادة مثلا، معرفة الإنسان بتقلبات المناخ مثلا، كل هذا يكشف مساحات واسعة في الشريعة. على أي حال، فالعقيدة والشعائر كلها، الشعائر كلها من ثوابت الدين، سواء كانت سنن أو فرائض. وكذلك الأخلاق الإسلامية لا تتبدل، الخلق الذي كان حسنا وفضيلة في زمان نزول الإسلام سيبقى هكذا إلى آخر الزمان، والخلق الذي كان رذيلة في يعني سجل أنه رذيلة في القرآن أو السنة سيبقى هكذا إلى آخر الزمان، فهذه الأمور لا تتبدل. حتى السنن الثابتة في النصوص الشرعية هذه لا، أيضا من الثوابت، أمور ثابتة. طبعا من الممكن أن نفهم الثابت هنا يعني على أنه الأمر الذي يمثل ركنا في الدين، ليس هذا مقصودا. طبعا هناك يقولون ثوابت القضية، يعني الأمور الأساسية والمركزية، لكن ليس هذا هو المقصود بالثابت هنا. الثابت هنا يتعلق بهل يقبل التطوير أو لا يقبل التطوير، هذه الأمور لا تقبل التطوير. هناك أيضا نقطة تتعلق بالأمور الثابتة، أيضا المبادئ العامة للشريعة والقواعد العامة. قواعد الشريعة العامة هي عبارة عن مجموع نصوص، ليست نصا واحدا. يعني مثلا المشقة تجلب التيسير، مثلا قاعدة فقهية يعني، نعم قاعدة أصولية، المشقة تجلب التيسير مثلا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا نص حديث وهو قاعدة أيضا. وهكذا مجموعة القواعد الفقهية والأصولية على السواء، هذه تمثل مجموع النصوص طبعا المتفق عليه منها، تمثل مجموع النصوص، وبالتالي أيضا هذه من الثوابت التي لا تقبل التغيير. المبادئ العامة، يعني مثلا العدالة، هذا مبدأ لا يقبل التغيير في تاريخ الإسلام. مثلا مبدأ الحرية، مبدأ الشورى، هذه مبادئ ثابتة وعامة. ولكن دكتور نبيل، قبل أن نذهب إلى شيء من التفصيل عن الحديث عن المساحة التي فيها ثبات لا تقبل التغيير في الإسلام، والمساحة الأخرى التي تقبل التغيير وفيها شيء من المرونة، قبل ذلك حركة الكون كلها يعني تسير، يعني حتى هذه حقيقة قررها القرآن الكريم، الكون يسير، الأفلاك، النجوم، كل شيء يسير في هذه الحياة. في ضوء هذه الحقيقة العلمية المثبتة في القرآن الكريم، كيف يتعامل الإسلام مع التغيير كقضية كونية حياتية من حيث المبدأ؟ هو عموما من أسباب بقاء الحياة أن تتطور. لو أن الحياة وقفت عند حالة معينة ومرحلة معينة فإن هذا معناه الجمود والموت. هل استجاب الإسلام لهذا الأمر؟ نعم، استجاب الإسلام لهذا الأمر، وذلك بأنه يعني في كثير من القضايا والمسائل الكبرى والضخمة حكمها بالمبادئ العامة، لم يحكمها بالتفاصيل. يعني إذا كان الله عز وجل قد يعني فصل لنا في كيفية الصلوات من خلال السنة،
وعلمنا كيف نسجد وكيف نركع وماذا نقول في ركوعنا وماذا نقول في سجودنا وأركان الصلاة وسننها وكذا. إذا كان هذا قد ورد في الكتاب والسنة فإنه ترك لنا أشياء أخرى كثيرة جدا حكمها بمبادئ عامة. على سبيل المثال لو تكلمنا عن السياسة مثلا، الإسلام السياسة الإسلامية هي إدارة الدولة وفقا لمجموعة من المبادئ العامة. يعني إذا كانت الدولة الإسلامية، إذا كانت الدولة محكومة بالعدل والشورى والحرية وتطبق فيها شريعة الله عز وجل، هذه دولة إسلامية. حتى لو لم يكن الحاكم مسلما مثلا؟ لا، ما هو طبعا ما دام طبق الشريعة فلا يمكن أن يكون غير مسلم. فإذا إذا 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 الأمة التقى، يعني هل نستطيع لو فصصنا هذه المسألة وفصلنا فيها القول أن نقول كما كان يقول بعض المشايخ إن الإسلام يوجد في بعض البلاد غير الإسلامية كصورة، صورة لسياسة الدولة أو كذا. لكن على أي حال نحن نريد الصورة المتكاملة للشريعة، هي هذه الصورة التي تحكم بالمبادئ العامة. هل يلزم أن يكون الخليفة رجلا يلبس لباس سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لذلك اختلفت صور اختيار الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن مساحة عفو، مساحة واسعة يتحرك فيها الاجتهاد ومحاولات التطوير. فعموما يعني كما أن الكون يعني يتغير، أربع خلفاء راشدين كان هناك أربع طرق مختلفة بعضها عن بعض في تولية الخليفة. نعم صحيح، وهذا من مساحة العفو، وهذا من مسائل التغيير والمرونة في الإسلام. نعم، ويمكن أن توجد طريقة أخرى غير طريقة الخلفاء الراشدين. هل مثلا يعني بعض الناس يظن أن 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 أننا لا يمكن أن نختار حاكمنا إلا وفقا لطرق الخلفاء الأربعة؟ لا يلزم، ما دمنا نحافظ على الأسس الثابتة لهذا الدين في سياسة الدولة وفي رعاية الدين وشؤون الأمة، فهذه دولة إسلامية وسياسة إسلامية، عدالة وشورى وحرية وتطبيق لشريعة الله عز وجل وأحكام دينه. لكن هنا في مجال الحديث عن التغيير دكتور نبيل، هل التغيير عندما يقره الإسلام هل هو حركة ذاتية، حركة ذاتية انفعالية من داخل الإسلام نفسه، يعني بمعنى مبادرة، أم هو استجابة لنداء المتغيرات والمستجدات من حوله في العالم مثلا؟ يعني الشريعة تحتوي على نص صريح في مسألة التغيير، بل أكثر من نص. يعني مثلا قول الله عز وجل في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا نوع من الإشارة إلى أن أحوال الناس تتبدل، والمجتمع بطبيعته ليس مجموعة من الملائكة، لا مجتمع الصحابة ولا من بعدهم ليس مجموعة من الملائكة. فبالتالي سيظهر شيء من المخالفة في كل زمان لشريعة الله عز وجل، صغير أو كبير. ما موقف المسلم حيال هذا؟ موقفه أن يسعى إلى تحسين الصورة. أي شيء، حتى لو نظرنا في مجتمع الراشدين، هل لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لماذا؟ لأن المجتمع لم يصل إلى أن يكون مجتمعا ملائكيا، وهذه طبيعة الحياة البشرية. لكن نسبة المنكر كانت ضئيلة جدا. بلا شك، طبعا بلا شك، نسبيا كانت أفضل مجتمع طبعا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. لكن بشكل خاص نقول إن الله عز وجل شاء أن يكون هناك تفاعل بين المجتمعات البشرية. هناك من يسعى لكسب الحياة بالإفساد، فيجد من يعني يحاول أن يعدل من مساره، بمعنى أن الإنسان على سبيل المثال لو نظرنا في أواخر عهد الراشدين، الدنيا كانت قد فتحت وكثر المال، فبالتالي بدأ التحول يحدث. هناك شيء لطيف أشار إليه صاحب الظلال رحمه الله في أول تفسيره لسورة التوبة، قال شيئا جميلا جدا، يقول هذه السورة تعالج مشاكل المجتمع المسلم، ثغرات في النفوس وثغرات في بنيان المجتمع. قال: من أين نشأت هذه الثغرات؟ قال: نشأت في عام الحديبية، حينما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ سيد رحمه الله، يقول: حتى هذا العام كان عدد المسلمين ضئيلا، وفي عام الحديبية وما تلاه دخل في الإسلام عدد أكبر بكثير ممن دخلوا في الإسلام طوال الزمن الماضي، ما قبل يعني الحديبية، حوالي 19 سنة تقريبا أو حوالي 20 سنة. وبعد الحديبية في سنة أو سنتين دخل عدد كبير جدا أكبر ممن سبق. لكن الأولين الذين أسلموا قبل الحديبية هم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء النخبة الكبار الذين ربوا، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب نفوسهم، يرقب أخلاقهم، يربي عقائدهم، يربي عقيدتهم. فهذه المجموعة هي المجموعة المصطفاة المختارة، فلم يظهر فيها هذه العيوب، لم تظهر هذه العيوب فيهم،
أما من جاءوا بعد ذلك فلم يأخذوا نصيبا مثل نصيب الأولين من التربية والتأديب والتهذيب والتمحيص والمعاناة، ويعني العناية بالإسلام في وقت الشدائد ووقت الصعوبات في مكة وغيرها. فبالتالي ظهرت مشاكل، فجاءت السورة، سورة تعالج التوبة، لتقول ومنهم 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 ومنهم، لتعالج هذه النقائص في المجتمع المسلم. نعم. فبالتالي التغيير هي سنة مفروضة، لا يمكن أن يقف أحد أمامها، وإلا ذا سوى القطار. يعني آليات وميكانيزمات، إذا صح التعبير، التغيير هي ذاتية في الإسلام، يعني تراعي الزمن أو تبادر قبل أن تنشأ الحاجات للتغيير، وبالتالي يعني يكون التغيير استجابة لنداء المتغيرات في الإسلام. هل أستطيع أن أفهم هذا الفهم يا دكتور؟ هو يمكن نقول إذا وجدت الحاجة تحدث الحركة، إذا وجدت الحاجة للتغيير تحدث الحركة نحوه. نعم. لكن هناك شيء آخر، هل يعني ينبغي أن ننتظر حتى تظهر المشاكل لكي نبحث لها عن حلول؟ ينبغي أن نكون يعني أن نكون كما يقولون مستقبليين، يعني أن يعني استشرافيين، نحاول أن نسد هذا ما يسمى بسد الذرائع. سد الذرائع في الشريعة أن يمنع شيء، أحيانا يمنع شيء مباح في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى شيء حرام. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب مع شجرة رضوان ربما عندما يعني قطعها. نعم. الآن جاء دور الحديث عن المساحة التي يشغلها الثابت وتلك التي تقبل التغيير وتحتوي على قدر أو تحوي قدرا من المرونة، لكن بعد العودة من الفاصل دكتور. فاصل قصير ومن ثم لنا عودة للحديث عن المساحة التي يشغلها كل من الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الثبات والتغيير في الإسلام، ودائما الحديث مع دكتور نبيل الفولي محمد. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور. ما المساحة التي يشغلها الثابت والتي يشغلها أو التي يقبل المساحة التي يقبل فيها التحرك إسلاميا من مجمل نصوص الشريعة وفي العقائد والأحكام والأخلاق وإلى آخره؟ ونحن لا نستطيع أن نقسم المسألة إلى نسب بحيث نقول هناك مثلا 70% من الثبات و 30 من التغيير، ولكن نقول الحياة بطبيعتها فيها أشياء لا تبقى على حال في كل زمان. يعني على سبيل المثال الاقتصاد يتطور، السياسة تتطور، حال المجتمع يتطور، نظام التعليم يتطور. فالأمور التي لا تحتاج أو لا تتغير من زمن إلى آخر، يعني العقيدة مثلا، العقيدة ما هي العقيدة الإسلامية؟ عبارة عن مجموعة من الحقائق الإنسان يصدق ويؤمن بها ويوقن بها من قلبه، بمعنى الله موجود، هذه حقيقة، حقيقة يعني أنا أصدق بها، ليس تكليفا. مثلا أقول لك اذهب وأحضر الماء، مثلا اذهب وصلي، هذا عمل، إنشاء عمل. أما العقيدة فهي عبارة عن أخبار، عن أشياء يعني يخبرنا الإسلام بها ويطالبنا بأن نؤمن بها، يعني نصدق ونوقن بها من قلوبنا. فالعقيدة عبارة عن مجموعة حقائق، الله موجود، الملائكة موجودة، الجن موجودون مثلا، والأسماء الجنة والنار، وأن الله عز وجل له من الصفة كذا وكذا، وأنه بعث رسلا وكذا، ومنهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة عن مجموعة من الغيبيات والحقائق الموجودة، هل تتغير من زمن إلى آخر؟ يعني الملائكة موجودون، هل سيأتي نقول الملائكة كانوا موجودين؟ ما زالوا موجودين، تمام؟ فالإيمان، الإيمان بنزول الكتب أو غيرها من العقائد المعروفة من الأمور الثوابت التي لا يطرأ عليها تغيير ولا يدخل عليها تبديل، لا تتصور يعني العقائد. يعني جاء واحد، في هناك رجل مشهور في شبه القارة الهندية، سير سيد أحمد خان يعني وغيره، كانوا يؤولون الملائكة باعتبار أنهم قوى الخير التي في الإنسان، والشياطين على أنهم قوى الشر التي في الإنسان. هذا تأويل طبعا بعيد جدا،
لأن ما نفهمه من نصوص الوحي يفيدنا أن الملائكة موجودات مستقلة بذاتها وليست شعورا نفسيا. وبأسماء، سميت بأسمائها. نعم، ولهم أسماء طبعا، فواضح أنها. وهناك يعني حتى أحد الفلاسفة الهولنديين مشهور كان يقول إن الله عز وجل عبارة عن القوة التي تحكم الوجود. هذا تأويل بعيد جدا، مع أنه كان فيلسوفا يهوديا، سبينوزا. نعم، لكن دكتور يعني إذا قررت بأن العقائد، أو كما هو مقرر بأن العقائد لا تقبل التغيير وهي من الأمور الثابتة ثباتا مطلقا في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية، ما الذي يقبل التغيير في الإسلام؟ ما هي المساحة التي تقبل التغيير؟ أنا لو أكملت الحديث في هذه النقطة، يعني هو أنا أقول لكم شيئا، حتى هذا الثابت يمكن أن تكشف له، كما أشرت قبل ذلك، يمكن أن تكشف له مساحات واسعة من خلال ما يعني من المفروض أن أمامنا أجيالا سابقة حاولت أن تفهم الإسلام منذ صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يفهموا الإسلام. هذا الرصيد الذي تكون عند الصحابة من العلم والمعرفة، والرصيد الذي تكون عند التابعين، والرصيد الذي تكون عند من جاء بعدهم من الأجيال، المفروض أنه يصب في نهرنا نحن. فلو أننا أخذنا هذا كحصيلة علمية، أنا موقن تماما أن أجيالنا الحالية لو أخذت هذه الثقافة وأضافت إليها بقوة طبعا وعمق، وأضافت إليها ثقافة العصر، فيمكن أن تبدع في التفسير والبيان والتوضيح وكشف معاني ربما لم تكشف في الأجيال السابقة، وتبقى العقيدة ثابتة دون تغيير ولا تبديل، لكن تكشف مساحات أخرى. على أي حال، فيعني نسبة، لا أستطيع أن أقول أن هناك نسبة للثابت ونسبة للمتغير، لكن الأمور التي يعني الصلاة مثلا، خمس صلوات ازدحمت الحياة، أو كانت الحياة يعني سهلة والتكاليف قليلة فيها، خمس صلوات يعني لن تتغير. لكن معذرة دكتور، يعني إذا تكلمنا بمنطق الأحكام التكليفية، كما هو معلوم أن الأحكام التكليفية خمسة، هي الحرام والحلال والمباح والمستحب والمكروه، في إطار التغيير والثبات، هل يدخل التغيير على مثلا المستحب والمكروه فقط، أم أنه ممكن أن يصل إلى المباح والحلال والحرام أيضا؟ لا، هو يعني مسألة الأحكام، هذه الأحكام الشرعية أحيانا في بعض الأحيان في أحوال خاصة، حتى ليس في زمننا فقط، في أزمنة أخرى، من الممكن أن يتحول الشيء إلى الحرام إلى واجب. يعني مثلا الإنسان الذي سيتعرض للهلاك وليس أمامه إلا كأس من الخمر، أو أمامه لحم خنزير مثلا، وهذه النصوص صريحة في تحريمها، يجب عليه أن يتناول منها القدر الذي يحفظ حياته. فهذه المرونة التي تمتاز بها الشريعة، أنها يعني تتفاعل مع الواقع البشري في إطار يعني بنسبة تناسب هذا الوضع وهذا الواقع. لكن تفضل. نعم، لكن التغيير، أين التغيير؟ التغيير مساحته كما قلت واسعة جدا. يعني على سبيل المثال أضرب لحضرتك مثالا وللسادة المشاهدين، اللباس الذي نلبسه، الملابس التي نلبسها، هذه لو أي ملبس في العالم توفر فيه شروط الملبس الشرعي فهو ملبسنا. طبعا مسألة الهوية ربما يعني يمسها بعض الكلام هنا، لكن من ناحية يعني الشروط الشرعية، كل ملبس يستر العورة ويعني يوفر الشروط الشرعية للرجل والمرأة على السواء بكاملها، فهو ملبس شرعي في الإسلام على سبيل المثال. قبل قليل تحدثت عن موضوع إذا أشرف الإنسان على هلاك فيحق له أن يأكل من لحم الخنزير أو ما حرم من الشريعة، وكان قطعية الثبوت والدلالة في التحريم. لكن دكتور، إذا مثلا يعني هذا ربما مرتبط بمقاصد الشريعة ومقصد حفظ النفس هنا، السؤال هذا يقودني إلى السؤال عن مدى الارتباط بين حركة التغيير وآلية التغيير في الإسلام وبين مقاصد الشريعة، أو المقاصد التي سعت الشريعة إلى تحقيقها وترسيخها للمجتمع الإنساني وللمجتمع المسلم على وجه الخصوص. نعم، الرابط والعلاقة بين هذا وذاك. نعم، الشريعة قصدت إلى يعني الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه يعني مقاصد الخمسة، بالضرورات الخمس تريد الشريعة حفظها. يعني يعني أي شيء يمس هذه الضروريات ويعرضها للخطر ويعرضها للزوال، فيعني يوسع مساحة المرونة للشريعة مع هذه الأمور. نحن نقول مثلا الإنسان الذي يعيش في بلد مثلا بلد غير مسلم مثلا، هذا الإنسان تتعرض طبعا أموره، ربما يكون في بلده يعني بعض الصعوبات التي نراها يعيشها الناس،
فنقول إن لجوءه إلى مجتمع يذيب أو يضعف هويته خطر على دينه، لكن وجوده في بلده أحيانا يكون خطرا على حياته، فأي الأمرين أولى بالحفظ؟ أن تضعف هويته شيئا ما، أو أن يعني تتعرض حياته للخطر الأكيد مثلا على سبيل المثال؟ فهنا تقدم أمور على أمور أخرى لأجل حفظ الأهم. يعني مثلا لحفظ الدين يجود الإنسان بنفسه حينما يجاهد في سبيل الله، لحفظ النفس قد يشرب الإنسان الخمر حينما يضطر إلى شربها، لحفظ المال قد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الناس قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. فقال أرأيت إن قاتلني، يعني عاركني وكذا، فقال قاتله. فقال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قاله في النار. انظر أيهما أغلى أهم وأهم؟ النفس. لكن حتى لا يعتاد الناس الاعتداء على حقوق الآخرين، حتى يشعر الآخرون بأن هناك ذاتية في الدفاع عن الممتلكات والحقوق، فإن بعض الناس يمكن أن يعرض حياته للخطر. يعني حتى الثابت بأن حفظ النفس مقدمة على المال، حتى هذا الثابت قد يخضع للحلحلة والتغيير من مكانه مراعاة لمقصد بعيد المدى في الإسلام. نعم، لأن هناك مبدأ آخر، وهو يعني شعور اللص مثلا بأنك ستسلمه مالك لو اعتدى عليك فيه مفسدة كبيرة، هذه مضيعة للأمر العام. فإذا وجد أن هناك من يقاومه ويحاول أن يحفظ حقوقه، فأنه سيتعلمها بهذه الطريقة. هذا الكلام النفيس منك يا دكتور يقودني أيضا إلى سؤال آخر مرتبط بهذا الكلام، وهو إذا كانت الثوابت في الإسلام مثلا حفظ النفس قضية ثابتة ومقدمة على حفظ المال، لكن عندما يضحى بالنفس من أجل المال تحقيقا لمقصد عظيم وهو حفظ المال العام للأمة للمجتمع المسلم، السؤال هنا هل التغيير الذي يقبله الإسلام هو تغيير يمس الجوهر أو صلب المادة الإسلامية، أم هو تغيير في الشكل والأدوات والصورة؟ هو الإسلام نفسه يعني كمبادئ و و و و وتشريعات، هو في نفسه يعني الله عز وجل الذي نزل هذا 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 الدين، والذي يقلب الليل والنهار ويعلم أن حياة خلقه متقلبة، يعني وتلك الأيام نداولها، التداول والتغيير والتبديل، فالحياة ليست ثابتة، فبالتالي ترك الأمور التي لا يضرها تغير الزمن تركها وفصلها وحددها. أما الأمور التي تتطور فالإسلام يرفض الجمود، وبالتالي حكمها بالمبادئ العامة كما أشرت. هناك مبادئ عامة، على سبيل المثال الاقتصاد، هل الإسلام له رأي في البنوك؟ الشريعة نفسها، نصوص الشريعة، هل الإسلام له رأي في طرق البيع والشراء الحديثة؟ نقول نعم، وذلك أنه حكم العملية الاقتصادية بمجموعة من المبادئ العامة. ما دامت المتعاملون في مجال الاقتصاد لا يرابون ولا يغشون ولا يعني يقومون بعمليات فيها غرر ولا يسرقون ولا كذا، مجموعة من المبادئ العامة، فهذا اقتصاد إسلامي. ما دام خاليا من الربا والغش والاحتكار، مجموعة مبادئ حوالي 7 مبادئ هكذا، فهو اقتصاد إسلامي. نعم دكتور، إذا ما فهمت من كلامك بأن التغيير هو لمراعاة العصر يعني سيرورة المجتمع الإسلامي ضمن شروط العصر ومتطلباته، إذا ما فهمت من كلامك بأن هذا أحد علل التغيير، لكن ما وظيفة الثابت في الإسلام إذا كانت الثوابت في الإسلام لا تتحرك على مدار الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ما وظيفة الثابت في هذه الحالة؟ وظيفة الثابت حفظ شخصية الدين وهوية الدين، بمعنى أننا لو لم يكن للإسلام ثوابت فإنه سينمحي مع الزمن. لو تركنا الأمور، الصلاة مثلا، لو تركنا للناس قلنا لهم هناك 5 صلوات لكن كل واحد يصلي كما يشاء، ستضيع هوية الأمة ويفقد الدين شخصيته المميزة له. فمن هنا كانت مجموعة الثوابت هي الحفظ شخصية الدين. دين، هناك دين له قوام معين، ولذلك الأديان التي تبدلت تبدلا كبيرا شخصيتها مختلفة من زمن إلى آخر ومرحلة إلى أخرى. أما الإسلام فاحتفظ بشخصيته بهذه الطريقة، أنه لا يعني له تقاسيم، له معالم، له أركان، له أجزاء، هذه التي تمثل شخصية الإسلام التي يعني نجدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن صحابته، إلى زمننا هذا. الإسلام يعني القرآن الذي نقرأه هو قرآن محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد المستشرقين، قال من المؤكد أن القرآن الذي نقرأه هو القرآن الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم قطعا. الصلاة المصلية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام هكذا،
فهذه حفظت شخصية الإسلام. ونجد هذا الإسلام الموجود مثلا في كل قارة العالم هو نفس الإسلام. وأي واحد يأتي، هناك قصة مشهورة كانت حصلت في زمن المأمون، كان يجالسه يهودي، فدعاه المأمون العباسي دعاه إلى الإسلام. فالرجل قال: يا أمير المؤمنين دعني وديني. فبعد عام جاء الرجل إلى مجلس المأمون وقد أسلم، فقال له المأمون: ما الذي جرى؟ قال له: يا أمير المؤمنين، دخلت السوق ومعي نسخة من التوراة، فزدت فيها ونقصت، وقلت من يشتري، فاشتراها الناس مني. ثم في مرة أخرى جئت بالإنجيل وزدت ونقصت وبعتها فبيعت. ثم جئت بالقرآن وزدت ونقصت فيه، فنظر أحد، فلما أردت أن أبيعه نظر المشتري فيه وقلب قلب ثم ألقاه في وجهي، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الذي أنزله فآمنت. فهذا هذه الثوابت التي تحفظ شخصية الأمة وتبقيها أمة على النسق الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربما يعني أريد أن أفهم منك، يعني عندما أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المرة الأولى مثلا بجمع القرآن، ثم بعد ذلك درج على هذه حتى وصلت إلى عثمان، هذا التغيير الذي تم، هل يمكن أن يفهم أنه تغيير في سياق خدمة الثابت مثلا، أم كيف يفهم هذا التغيير الذي حدث؟ هو هذا من الثوابت، لأن إجماع الصحابة يعتبر من ثوابت الدين. إجماع الصحابة من ثوابت الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان على قيد الحياة كان القرآن يتنزل، فلما توفي عليه الصلاة والسلام النص يعني لا يزيد شيئا، النص نفسه لا يزيد ولا ينقص. فالصحابة خافوا عليه، خاصة بعد يعني أن استشهد كثيرون في معارك الردة، فارتأى الصحابة رضي الله عليهم وأجمعوا على هذا بعد نقاش، على أن يجمعوا القرآن كله في مصحف واحد، وجمع هكذا. لذلك من يأتي الآن ويقول أنا سأتبع السنة وأكتب القرآن مفرقا في الجلد وعلى الخشب وعلى كذا، نقول له أنت خالفت السنة وخالفت إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة يعني لا يخالف. حتى الإمام الشافعي رحمه الله يعتد فقط بإجماع الصحابة، يقول ليس هناك إجماع بعد الصحابة، لأن الصحابة كانوا يعني طبعا محدودين شيئا ما أكثر من جاء بعدهم ومن جاء بعدهم من أجيال العلماء، فاعتبر أن هذا الإجماع هو الإجماع المعتبر في الشريعة. ما أجمع عليه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فهو من الثوابت أيضا. لكن الصحابة لم يكن يتحقق الإجماع بينهم جميعا في عصر الخلافة الراشدة بسبب سفرهم واتساع الجغرافيا وسفر كثير منهم، فكان الإجماع بمن حضر في المدينة المنورة، هذا هو الإجماع. هناك أمور تحقق فيها الإجماع، مثل المصحف مثلا، مثل جمع المصحف ومثل نسخ المصحف وتوزيعه على الأمصار، هذا كله أجمع عليه. وإن كان هناك خلاف من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بعض المسائل الخاصة بهذه النقطة، فهو رجع بعد ذلك رضي الله عنه إلى حينما بصر أبصر رضي الله عنه. نعم، في هذا السياق هل حول ميزان الإسلام ميزانا محددا يضبط به عملية الثبات وعملية التغيير في الشريعة أو في 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 نصوص الشريعة أو متعلقات نصوص الشريعة؟ أمور الحياة كلها التي لا تتعلق لا بعقيدة ولا بشريعة ولا بخلق، الناس فيها يعني الإسلام يتسامح مع الناس فيها ما داموا لا يدوسون على مبدأ من مبادئ الشريعة ولا نص من نصوصها. يعني على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذه مساحة واسعة جدا من نشاط الناس وحياة الناس وكذا. يعني مثلا طريقة زرع، أنا أزرع حقلي بطريقة معينة، فلان يزرع في حديقته كذا بطريقة معينة ومتبعة التي تثمر وكذا، هذه أمور كلها مفتوحة واسعة ليست ضيقة. كذلك الأمور التي حكمتها الشريعة بالمبادئ العامة وليس بالتفاصيل، أمور كثيرة جدا وضخمة، هذه أيضا المساحة الحركة فيها واسعة وكبيرة. والإسلام هناك كلمة قالها أحد الغربيين لا أذكر اسمه، يقول إن الحضارة الحديثة فضحت كل الأديان، يعني كشفت سوءتها إلا الإسلام، ما زال ثابتا راسخا محتفظا بشخصيته القديمة كما هي، لأنه متجدد في ذاته، بل التجديد جزء من شخصية الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كأن الله عز وجل يعني شاء أن يستعاد شباب الإسلام من مرحلة إلى أخرى حتى يبقى غضا طريا. ولذلك من فترة إلى أخرى نجد علماء من علمائنا يظهرون يعيدون إلى هذا الإسلام يعني رونقه القديم وبهاءه وجماله في كل زمن، حتى في زماننا هذا
نجد من علمائنا من يعني يستعيد رونق هذا الدين وبهاءه وجماله وكأنه غض طري يتنزل الآن. نعم، التغيير الذي يحدث في الإسلام أو الذي تقبله الشريعة دكتور، هل هو يحدث بشكل اجتهادي معتمدا على الرأي أم أنه في إطار النصوص الثابتة وبما يخدم القضايا التي تسعى النصوص الثابتة إلى تقريرها؟ يعني هو هذا يتعلق بأمور، يعني على سبيل المثال الأمور التي، هل كل الأمور سيتدخل فيها المفسر؟ هل كل الأمور سيتدخل فيها الفقيه ليتكلم فيها؟ لا طبعا. يعني مثلا نحن نبحث أمور دولة من الدول، من الذي يعني يسعى إلى البحث في هذه الأمور؟ سنأتي بالمختصين طبعا. الفقيه هو الذي سيقول لهم هذه تخالف كذا وهذه تخالف كذا وهذه تخالف كذا، لكن كل صاحب خبرة هو الذي سيدلي برأيه في هذه المسألة. فهنا المساحة واسعة، فالفقيه ربما يلاحظ مثلا شيئا على من يديرون أمور البلد السياسية مثلا فيضبط ويلاحظ، لكن نحن لسنا يعني كما يقولون لسنا في دولة ولاية فقيه. النطاق السني أو الإطار السني ليس فيه ولاية الفقيه وليس في دولة ثيوقراطية، وبالتالي كل أصحاب شأن سينظرون فيه من خلال خبراتهم الشخصية. فقط للفقيه والمفسر وعالم الدين أن يلاحظ ويقول يا إخواني هذه المسألة فيها كذا، هذه النقطة خالفت كذا، لكن لا نستفتي الفقيه في أمور لا يدريها، كما لا نستفتي مثلا المهندس في أمور الشريعة التي لا يدريها. نعم، سألتك عن ذلك دكتور لأن يعني التغيير وربما ترادفه في هذا السياق في هذا الحديث المرونة، كلمة المرونة في عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أسقط سهم المؤلفة قلوبهم وعندما امتنع عن تقسيم أرض السواد، وبعض الصحابة اعترضوا على ذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر. فهذا الاجتهاد من الخليفة عمر بن الخطاب الذي تم في زمانه، إلى أي درجة هذا الاجتهاد المرونة والتغيير الذي أحدثه يعني علاقته بالثابت؟ يعني هنا نريد أن نفهم يعني متى علاقة الثابت بالتغيير، متى يحدث التغيير، وهل يحدث في سياق الثابت أم أنه منفصل عنه بناء على الرأي؟ هو سيدنا عمر بن الخطاب عفوا في قضية السواد، الأرض السواد أو أرض العراق كما يقولون، فتح بلد كبير يعني. والصحابة، بعض الصحابة منهم سيدنا بلال بن رباح، كان يلح على رسول على سيدنا عمر أن يقسم أرض العراق، قسم دولة يعني، يقسمه على الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قرية على أي حال. فسيدنا بلال قال هذه الشريعة أن نقسم العراق. سيدنا عمر استند إلى نص في هذه المسألة، ليس فقط هو راعى المصلحة طبعا بشكل واضح كما سنقول، لكن هناك نقطة مهمة هو أنه استند إلى نص واضح، كما أورد أبو يوسف كتاب الخراج أورد أن سيدنا عمر استند إلى قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية وردت في أي سياق؟ سياق مالي، يتكلم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم تكلم عن المهاجرين وما حدث لهم من ضرر، ثم عن الأنصار وأنهم آثروا إخوانهم وكذا، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر. فسيدنا عمر استفاد من هذا أنه لا ينبغي أن يحصل جيل واحد على كل ما حققته الأمة الإسلامية من مكاسب، وبالتالي قال نبقي الأرض في يد زارعيها ويرعون شؤونها على أن نأخذ منهم ضريبة، تمام الخراج. فرعى سيدنا عمر أيضا بهذه الفتوى العظيمة، رعى أن الجيش سيتعطل عن المسير عن الجهاد، وأن الأرض ستخرب، وأن آلافا مؤلفة من الناس سيشردون، وهذا حرام في الشريعة الإسلامية. فرعى هذه المسألة، فرعى المصلحة وأيضا لم يتصادم مع صريح الشريعة. بالنسبة للمؤلفة قلوبهم، سيد عمر قال نحن لا حاجة بنا، نحن وصلنا إلى مستوى من القوة، لا حاجة بنا إلى أن نتألف قلوب أحد. لكن هل هذا الحكم نسخ تماما بفتوى سيدنا عمر؟ لا، من الممكن أن تجد ظروف أخرى نحتاج فيها إلى أن نتألف قلوب بعض الناس. إذن اجتهاد الإمام يخص زمانه ومكانه في هذه يعني القضية التغيير أو الإحداث التغيير مثلا في هذا السياق يخص الزمان والمكان ولا يعمم، يعني لا ينسخ حكما يعني في هذا السياق حسب الظرف. لو أننا عشنا في ظرف سيدنا عمر نأخذ بفتح سيدنا عمر، لو أننا عشنا في ظرف فتح خيبر نأخذ بفتح فتح خيبر. نعم، وصلنا إلى الحديث عن الخصائص التي ينفرد بها الإسلام في سياق علاقته بالثابت المتغير، ولكن لدينا فاصل أخير ومن ثم نستكمل الحديث. فاصل أخير ونعود بعده للحديث عن الخصائص التي انفرد بها الإسلام عما دونه من الشرائع السماوية في مجال علاقته بالثابت والمتغير.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي يبحث علاقة خصائص التي انفرد بها الإسلام في مجال علاقته بالثابت والمتغير، والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفولي محمد أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية في الجامعة العالمية الإسلامية بإسلام أباد. أهلا بكم دكتور مرة أخرى في هذه الحلقة. هناك أنواع ظهرت من التفسير كالتفسير الموضوعي والتفسير التحليلي والتفسير الإجمالي وغيره من والتفسير المقارن. هل هذه الأنواع الجديدة من التفاسير هي حركة تغييرية في النهاية أم أنها مرتبطة بالثوابت في الإسلام؟ يعني في أي سياق يمكن فهم هذه الأنواع من التفاسير وظهورها؟ نعم، هو النص الشرعي القرآن لم ينزل لعصر بعينه. يعني هل القرآن نزل للصحابة وحدهم؟ بل يعني أنا أزعم أن النداءات القرآنية التي فيها يا أيها الناس تجعل القرآن ملكية للبشرية ليس ملكية للإنسان للمسلمين وحدهم. حينما ينادي القرآن في كثير، أول نداء في القرآن مثلا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول نداء في القرآن ليس للذين آمنوا ولكن نداء للبشرية، وغيره وغيره من النداءات للإنسان للإنسانية كلها. هذا يشير إلى أن القرآن ليس كتاب المسلمين وحدهم، كتاب المسلمين تعبدا ولكنه خطاب الله إلى البشرية كلها. فهذا القرآن لم ينزل لجيل وحده أو لجيل واحد ولا حتى جيل الصحابة رضوان الله عليهم، خيره من يعني خير جيل رضوان الله عليهم. فالناس يريدون أن يعني يفهموا هذا الكتاب، وكل جيل له نصيبه من يعني فهم هذا الكتاب والزيادة على من سبق. وإن كنا نريد أن يعني أن يكون أهل عصرنا مستوعبين لتجارب السابقين في كل العلوم، هكذا يجب أن نراكم الخبرة من الأجيال السابقة، فنحن نستطيع بهذه الطريقة أن نضيف جديداً إلى الأجيال. على أي حال، فهذه لا نستطيع أن نقولها نقول إنها تغير في المحتوى الشرعي نفسه، ولكنه كشف لمساحات أوسع منه. المحتوى الشرعي عبارة عن ألفاظ وكلمات وجمل وعبارات، الآيات القرآنية يعني أو الأحاديث النبوية. هذه الآيات تتعرض لها فهوم السابقين وفهوم المعاصرين مثلاً، فالخبرة الثقافية والفكرية تفيد في كشف مساحات ربما لم تكن متاحة من قبل. على سبيل المثال، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى الكلام فيها كثير جدا، هل هي العصر أو الفجر أو كذا إلى آخره. هكذا الجدل الذي دار في كتب التفسير وحتى في بعض كتب السنن أيضا اختلفت في هذه المسألة. لكن هناك بعض المشايخ المعاصرين يقولون إن الصلاة الوسطى التي أمرنا بالمحافظة عليها هي الصلاة المتوسطة التي يعني نقيمها على وجهها وعلى هيئتها الصحيحة بدون تسرع شديد وبدون إطالة تضيع المصالح، فهي صلاة فيها رزانة وفيها هدوء وكذا. هذا لم يقل بها أحد من السابقين، وهكذا فهو كشف مساحات أخرى في الشريعة ربما لم تكن متاحة للسابقين. طبعا ممكن تتحدث عن الأمور العلمية أيضا وهي كثيرة تكشف مساحات أخرى للنص الشريف، وسيبقى هذا الأمر دائما يضمن الحيوية في هذا النص وهذا القرآن كأنه ينزل الآن. القرآن دائما يقرأه أهل كل عصر ما داموا يقرؤونه بفقه وفهم وحضور قلب، فإن هذا الكتاب يعطي ويمنح الناس من جميل المعاني الكثيرة والكثير. فليس هذا أيضا ليس هذا ضربا للثوابت على الإطلاق، ولكنه يعني محاولة ل يعني كشف مساحات أوسع من النص الشريف. يعني هل يمكن القول بأن هذه أنواع من التفسير هي تجل لتطور أفهام المسلمين في تفسير النص وفي فهمه، وهذا بالنهاية يؤكد مرونة الإسلام وقابليته للتعامل مع مستجدات العصر ومتغيراته، وبالتالي رد على من يقول مثلا بجمود الإسلام؟ هل يمكن فهم هذه الأنواع من التفسير في هذا السياق مثلا، أم لديها فهم آخر مثلا دكتور؟ نعم ممكن هكذا، لكن هناك شيء مهم جدا. هناك رؤية تطرح تفسير القرآن يعني القراءة العصرية، ما يسمونه القراءة العصرية للقرآن، يقولون إن ثقافة الإنسان هي الإمكانات التي تمكنه من قراءة النص، وبالتالي هذه القراءة ستكون نسبية، معنى أن قراءتي يعني متأثرة بثقافتي وقراءة أي شخص آخر أيضا متأثرة بثقافته، ومن هنا ستكون نسبية. هذا الكلام كلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأن النص نفسه وقراءته محكومة بمجموعة من القواعد. هناك لغة، هناك تعبيرات معينة لها، وهناك أصول لا ينبغي أن تصادم. فالنص الشرعي القرآن الكريم
فهمه في كل زمان وفهمه في كل عصر ليس لا يعني ضرب الثوابت ولا يعني تطوير التشريعات الإسلامية وتغييرها عن الوجه الذي كانت عليه. هذه المرونة في التعامل مع الثابت والمتغير بالنسبة للإسلام دكتور، وبقي دقيقة ونصف لعله، هل أكسبت الإسلام خصائص انفرد بها عن سائر الشرائع السماوية الأخرى؟ الشرائع السماوية الأخرى تعرضت لتطوير لحق ثوابتها. يعني نحن نعرف مثلا فيلون الإسكندري وهو فيلسوف يهودي مشهور كان في القرن الأول الهجري الميلادي. هذا الرجل أول يعني النصوص الصريحة في التوراة، أما نحن فقد احتفظ الإسلام هذه المسألة يعني خصائص التطور أو التغير في الإسلام أنه يستجيب للتغير دون أن يتشوه، دون أن يمس الثوابت. يعني على سبيل المثال الذين ادعوا أن النبوة لم تختم رفضوا من المسلمين ولفظوا، الذين يعني الذين يدعون النبوات أو يدعون كذا وكذا من الناس يلفظون، لماذا لم يصادمون الثابت؟ الذين يعطون قراءات للقرآن أو قراءات للنص الشرعي تؤول الثوابت بتأويلات مرفوضة، هؤلاء أيضا يلفظون من الإطار الإسلامي. في هذا السياق الثابت والمتغير بنصف دقيقة كخلاصة لما تفضلت به على مدار الحلقة دكتور، ماذا يمكن أن نقول بثلاثين ثانية من فضلك؟ الفهم الصحيح للإسلام يجعلنا نستمسك به ونثق في أنه دين صالح وقادر على الاستمرار بهذه المرونة وبهذا الثبات، في نفس الوقت ثبات شخصيته ثابتة واضحة وأيضا مرن لأنه يستجيب لكل الظروف والأحوال التي يمكن أن تعيشها البشرية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور نبيل الفولي محمد أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة الإسلامية العالمية الإسلام أباد، شكرا لكم، في حفظ الله ورعايته.